السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جيت لكم بوصفة الفطير، هعمل معاكم احلى فطير مشلتت، هتجربوه وسريع وبسيط وعلى قد الايد ومش مكلف، وهتعمليه في اي بيت، المقادير موجودة في اي بيت من دلوقتي، مش هتشتري تاني من برا، هتعمليه لاولادك في اي وقت، صبح وليل، في اي مكان زي ما انتوا شايفين كده. بص جماله ومورق ازاي، ورا لونه وطعمه وريحته احلى بكتير من بتاع بره. بس قبل ما نبدا لازم نصلي على النبي. مقاديرنا النهارده بسيطه، 4 حاجات بس. معايا لفه من الجلاش، ومعايا كوبايه زبادي، ومعايا نص كوبايه من الزبده، ومعايا هستخدم بس معلقتين سكر صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. جبت علبه الزبادي وهنزل عليها بمعلقتين السكر، عشان انا هنا عايزه الفطير بتاعي هعمله سكر بسيط خالص زي بتاع بره، عشان في ناس بتحب تاكله من غير عسل ولا اي حاجه. هدوب هنا السكر كويس قوي مع الزبادي، لازم ادوب الاول. او لو قلت برضو الزبادي بالسكر من اللي هي الجاهزه برضو شغاله، ده ينفع وده ينفع كمان. هجيب هنا نص كوباية الزبدة، هنزل بالزبادي والسكر اللي انا خلطتهم في بعض، ده كل اللي هنستخدمه النهاردة عشان نعمل بيه الفطير. كوباية زبادي وسكر وزبدة، زبدة بس، نص كوباية زبدة. هنعمل احلى فطير مشلتت مع بعض. للناس اللي ما بتعرفش تعجن وتقول الفطير نشف مني والفطير ما طلعش مورق ومش هعرف اعجنه وما هيطلعش مظبوط زي بتاع بره، لا، الطريقه دي حلوه قوي وهتعجبكم، مش مكلفه كتير. هنا انا جبت طاسه معايا، ده هنتها زبده من تحت، هرصه كده طبقه الجلاش، وهجيب هنا الخليط اللي انا عملته معايا، الزبده بالسمنه، وهدهن كل طبقة. هستخدم هنا زبادي ليه؟ عشان هو اللي هيطري معايا الجلاش قوي، ويساعد ان الجلاش كله يتمسك في بعضه زي الفطير. وكمان هنا الزبدة هتخلي الورق معايا كله مورق الواحدة بوحدتها. وسهل وبسيط، يعني ورقة الجلاش كلها مش مكملة 12 جنيه، وعلبة زبادي يعني الحوار كله مش مكلف 20 جنيه. تعالي شوفي برا دلوقتي الفطيرة عاملة كام، اقل فطيرة في اي فرن عاملة 15 جنيه، وكمان لسه تنزلي تشتري. واللي ما يقدرش، واللي مع اطفال، ممكن تعمليها في اي وقت لاولادك الصبح ولا بالليل او جنب اي اكل برضه، وبتنفع قوي للحضانات الصبح وللمدارس، سهلة وبسيطة بسرعة. ممكن تعمليها وتحطيها في التلاجة وتسخنيها في اي وقت. بصوا كده انا هدهن الطبقات، كل طبقة لازم ادهنها من الزبادي. انا هنا قسمت الجلاش 2 عشان هعمل بيه فطيرتين مش واحدة بس. عشان انا مش عايزه الفطيرة كبيرة قوي ولا تكون تخينة شوية، لا، انا عايزها وسط. والورق بقى، وهنزل كده الورق اللي انا فردته على الصينية برضو، كل ما ننزل ورق ده هنا زبادي هرصه كده الاول، هدخل الورق ده كله من جوه قبل اخر طبقتين في الجلاش عشان بس ما يتحرقش معايا ويدخل من جوه ويورق معايا اكتر. كمان كده دخلت كل الورقات، فضل الطبقه الاخيره هرص ورق، وبعد كده هرص الباقي، هسويه علشان يديني شكل المدور بتاع الفطيره. لازم كل ما انزل ورقه ادهنها برضو بالزبادي والزبدة،
زي ما انتو شايفين كده. كده وصلنا للطبقة اللي قبل الأخيرة، دهنها كويس. لازم كل طبقة دهنها عشان يطلع مورق معايا الطبقة بطبقتها. هدخل بقى كل الجلاش اللي زاد من بره قبل ما احط الطبقة الأخيرة، عشان هي اللي هسوي بيها الوش، عشان أهم حاجة في الفطيرة الوش بتاعها. وهنا انا بستخدم زبده، بره ما بيستخدموش زبده خالص. ولا سمنه بلدي، بيستخدموا زبده صناعيه. وفي ناس برضو بتبيعها بسمنه بلدي، بس اكيد طبعا مش كلها سمنه بلدي، فاحنا نعملها اضمن في البيت واحلى بكتير وسهله قوي، مش مكلفه معاكي. هنا اخر طبقه انا هسويها كده، هدخل الورق من جوه. عشان لما تيجي تستوي الورق كله بيتمسك مع بعضه، يبقى شكله مدور، بيمسك في الفطيره وبيعمل لي الشكل الحلو بتاع الفطير. عشان لو اي زوايد من بره تلاقيها اتحرقت بسرعه قبل الفطيره ما تستوي. كده انا سويتها كده كلها، بصوا هشيل كده اخر طبقة وادخل الفطير الزايد، هتديكي كده احلى ومش هتفك ولا هيطلع منك الفطير ولا هيتحرق كمان. هدهنها كده كويس قوي عشان اهم حاجة وشها زي ما انا قايله لكم. كده انا خلصت الفطيره بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، دهنت وشها حلو قوي. كده خلصت، هعمل الصينيه التانيه اوريكم الصينيه، اوريكم كده الصينيتين لما اخلصهم. بصوا كده خلصت الصينيتين. انا هنا استخدمت صينيه 26 وصينيه 32، واحده كبيره وواحده صغيره. سخنة هنا معايا الفرن، ناخد وش من تحت وش على الشواية. بص شكله كده، شكلهم حلو قوي وريحتهم كمان، والزبدة والزبادي عاملين شغل حلو قوي ومطرين معايا الفطير. حلو قوي، لو روحتي برا هتجيبيهم، دول غاليين شوية. اللي عملتهم بطريقة بسيطة وسهلة وموجودة في اي بيت، والجلاش في اي فليزر موجود. هتعملي بلفة جلاش احلى فطير زي ما انتوا شايفين كده. هفتح من جوه اوريه لكم عامل ازاي، هفتحه لكم اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. هي ريحته كمان اللي جايبه لاخر الشارع، انا عاملاه هنا بالزبده الصفراء. مش بياخد وقت على طول في الفرن. هنا هقطع معاكم وهوريكم شكله ازاي من جوه، هو مقرمش وحلو قوي. بصوا شكل الزبده فيه عامله ازاي. لو عاوزه فطير اتقل من كده ممكن تعملي الجلاشه كلها. بصوا من جوه عامله ازاي، بص مورق ازاي وحلو قوي وجميل كمان. بصوا احلى من بتاع بره بكتير. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، استناكم تاني في وصفات كتير. قولولي رايكم في التعليقات على الفطير وجربوه، متنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. عايزه بقى لايكات حلوه كتير، وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديو جديد.